بس قرار رجوع الرياضه ورجوع النشاط كان قرار عبقري طبعا، انك طبعا لازم تعمل ده تاني، لان البلد ما ماتتش، البلد حيه وواقفه وصحيه تمام. وساعتها كان المناخ، كان يعني زي ما كنت بتفضلت قلت لي ان بيزوروا كان المناخ، المناخ كان هادي، ما كانش فيه التعصب الرهيب اللي موجود، اللي هو للاسف الاعلام عمله، التعصب الموجود دلوقتي في الكوره. الكابتن مصطفى الاهلاويه والزملكاويه ديت مش رنسيه، لا لا لا، ده انت بتنتمي لحاجه، ما تحولش انتماء لتعصب، لا لا لان لا لا. الانتماء اللي انت بتنتمي لحاجه، وانتمائك ده بينتهي قدام الانتماء لمصر، يعني في انتماء اكبر للوطن اكيد طبعا. فانت طبعًا. الانتماء بتاع نادي، انتماء لحي، انتماء لمكان، انتماء لقبيله، انتماء لقبليه يعني العائله، ده كله بينتهي امام الانتماء لمصر. اما ان نحول هذا الانتماء لتعصب ده مرفوض. وانا اتمنى ان 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 ان, إن قناه الاهلي هنا وقناه الزمالك نبتدي يبقى في تفكير في هذا الموضوع، لان ما ينفعش اللي بيحصل ده، ما ينفعش. انا معاك، بتفق معاك. هناخد فاصل على الربابة. طب بس عايز ارجع لمرحلة الناشئين بعد الفاصل. هنرجع لها على الربابة الغنية ونرجع تاني فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجري مع نقيبنا الرياضي الكبير أستاذ إبراهيم حلمي. ¡Gracias!